فيش تعبتك الولية هذه؟ هذه عرافة لبنانية مشهورة. عرافة كيف؟ رئيس عرفة ولا عريف ولا كيف عرافة؟ لا يا راجل، هذه تقرأ في النجوم في علم الفلك والأبراج والجوال، عرفت كيفه؟ يعني تتنبأ بالمستقبل، يسموا فيها متنبئة. يعني كيف متنبي وذي الرمى، فهمت؟ بتاع زمان مش شو المظهر؟ حتى أنا نقرأ فيه المستقبل. أنت ما قريت قرايتك يا بنقرأ في المستقبل، كيف تقرأ فيه؟ يعني تفضل الحاجة قبل ما تصير؟ أي حاجة قبل ما تصير دغري؟ أي حاجة. كأنك ما عرفت هذه. أنا مش قصدي، قصدي نعرف الواحد كويس ولا مش كويس. ترقد يا رمكي ترقد، أتك إلى وراتك. أنت ما عادش تشارك، حتى جمعية ما عادش تشارك في أي حاجة، أقول لك شارك ما تشاركش أنت، أوكي؟ أرقد. كذب المنجمون ولو صدقوا. علم، علم هذا، علم يا أبو ذراع، علم راهو الفلك وقراءة الطالع والأبراج، يدرسوا فيه في جامعات ويعطوا عليه في شهادات عليا، ماجستير ودكتوراه، في حساب أنت. معناها الحاجة هويدة جارتنا عالمة. عالمة يعني عالمة مش عالمة. عالمة بدأ ليلي. لا لا مش شور الموضوع. من الحجة هويدة؟ التقازة جارتنا يا راجل، خلنا ما عاش تبي تفهم فيها بعد لبست الحلوي. أنا لابس حلوي قعدت معسل، فهمت كيف؟ فخلاص عادي بطاطا، خلي من الحاجة هويدة، خليها تشوف لنا الوضع الحالي والوضع المالي والوضع حياتنا السوداء والخريطة اللي قاعدة في التلفزيون. على طول تعال يا بطاطا، تلاوين يا ابو دراع، حدث عهد، خلاص بطلت، سيبت من زمان الحاجة هويدة. لا وين العزايز ديما تقول لك مسيبة وهي مش مسيبة. عرفنا عرفت. بعدين انا اليوم جايب لها مرتبات ولدها بتاع الكتيبة، عرف مش يعمل فلوس عادي ترتلم وجيش ما تكسر ان شاء الله. كلمها يا بطاطا. تعال يا بطاطا، تفتنا منها يا ابو دراع، يا رجل فتنا منها. يا عهدك عهد تو دايرها حاجات جدد، يا راك انا خبر انت تو وريك، انا من غير جامعات ومن غير قراية افضل حاجة ويدا دق. عدي يا بطاطا. تعال يا بطاطا. تفهمونا يا غوالي، نعدي ولا نقعد ولا كيف يصير؟ اوكي. صحيت يا بطاطا، عدي يا بطاطا، ما عاد تلم روحك وتلم كرايك اللي تكسر. انا لقني ما عاد فهمت يا ابو دراع، نقعد في الدرع والله نعدي للجيش والله الشرطه والله حرس بلدي والله نبيع دلاح والله نحلق شنباتي، بالاخير ايش بالله يا حاج يا ابو دراع؟ قول لك حاجه يا رجل، انت عدي وين ما في مرتبك، تبع لياستك اللي فيه الفلوس، انا مرتبي عندي، اعطوك انا مرتب عندي، ظروفك خلاص انت راه عاش فيها حمضت. لا حول ولا قوة الا بالله، الشباب كلهم عسكروه، مش عارف من عند المصلحة في تعسكرة الشباب وحطتهم في الميليشيات. ما علينا، قلت لك يا حسونة، شو صار في بيع سيارتي؟ مازال والله مازال ما انباعت يا استاذ توفيق، لكن انت علاش تبي تبيعها؟ لا اصلا شنو، انا خايف عليها السيارة، هي عالية وخايف مرات يوقفني حد يفكها مني، وانت عارف البلاد كلها سلاح ولا شرطة ولا جيش، مرات يخطفوها بيا بك. باي وبنياتك اللي في الجامعة ما بيشيل انه بيروح بين من الجامعة. صح، بعدك انت تحب العلم، يعني ما تجيش بناتك يسيب القراية يطلع حمارات. لا السنة هذه يقدم في الحوش لين يستقر وضع البلاد، كالما هذا نرجو لين يجي نصيبا ويربح. انا اللي معقدني العيق لما فكوا الدروع عدى خش في كتيبة اخرى مانيش عارف اسمها، ولا عاد شي قاب قرايتها ولا عاد شي قاب اي موضوع اخر. دروع يفكوا يركبوا فين ولا كيف صار؟ فكوا تركيب الدروع. حلو يا اخي، حاجه هويده وصلت يا غوالي. ما شاء الله. السلام عليكم، ان شاء الله ديما ملمومين يا ولاداتي، كيف حالكم؟ ان شاء الله خير يا ربي. انستي السيده بلعة. صحيت يا سيد ساجد، خلا غير مش ممشطها هالفيلا يا ابو دراع. لا مش ممشطها، قاعد فيها كيو حاجه حوا موصيتني عليها. باهي ان شاء الله يا ولادي، يزيد عزك ان شاء الله، ربي يحفظك ان شاء الله. منورين يا ولادات، كيف حالكم؟ الله يسلمك يا حاجي، عندنا جارنا توفيق عندها تبيع نقطه طياره. عندك تابعه؟ ويش الاجيلات يا راس؟ لا مش نتعبوا الاجيلات، كان نبوا منهم حاجه يجوا لك عندنا حبايبنا واجدين في الاجيلات ويجوا، فهمتي؟ لكن هيك هو نبوك تديري العلم نتاع الفلك والحاجات، تشوفي لنا مستقبل حياتنا الاجرى خلاص.
ولا يهمك والله على خاطرك يا ابو دراع. صحيح وقفتك مع ولادي ما ننساها، ربي يحفظك ان شاء الله. حاضر حاضر نشوف لكم، لكن والله يا ولادي انا والله ليا مده هالصراحه مسيبتها على خاطرك انت. عادي يا ولادي مش مشكل. معلش انت اللي تبيها حاضر لهنا. والله انا نبي العده. العده في شدات في لوطه ومفتاح 10 وكشافيتات ومفتاح الجعب والريجه وكلها جيبها. لا 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 كمل العده بتاعي ليه يا ولادي؟ هاي في الشنطه برا جيبوها لي. عدي بطاطا، عدي يا بطاطا جيب. ايه ما فيش الا بطاطا في الفيلا هذه اللي تزوق. عدي يا بطاطا، تعال يا بطاطا نجيب لك معايا صغير من الشارع وخلاص. يا بطاطا عدي راه نهرسك ولا نقلي. على طول. ايوه تعالي يا حاجه علي، ما جات الشنطه تعالي قبلي ان شاء الله. ريحي تعالي. يا كذاتي يا ربي. عندك الركبة؟ اي الله. انت عارف العدة بتاعها شنو؟ العدة بتاعها معروفة، كشافيتات وبيسة مفتاح عجل. لا 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 معناها مكياج وريح. لا يا راجل عدة التقاسة حربة يابسة، حويتة، خميسة، قرين، مغطي جزوزة، بطش، هذه عدة التقاسة. ولا لا وجه الله يكرهك، حربة يابسة يا حاجة. كيف حربة خاربة هذه؟ كيف كيف قصة؟ طيح والله سعدك ومزالك ونخرتك، تو يفهم هذا؟ تش تفهم انت؟ انت شن تفهم؟ شن عرفك في الـ في الـ في السباكة بتاع شنو العرافة؟ العرافة التوفيق. مش انت ما تصدقش في الخرافات والاساطير هذين؟ توا كنت تقول كذب المنجمون ولا صدقوا. كيف صار يا رجل؟ خليها بلكي دير لنا حل. عادي بنقرا هي فرق الوان. عادي كلها عادي مخطط، احنا عندنا كلها مخطط. عادي شباب، يد واحده يد واحده، شداد والكلب ايد واحده. عادي بالي زين تبي حاجة مخلوبة. أول ما ركبتها وجعتها سيبت الكورة وغدت كمادي كمادي. فنظرة تلعب في كأس العالم فريق هولندا بتاع النيجر. أنا شجع في البرازيل وشريت الريسيبر. شجع في البرازيل؟ أوكي شعار ديك، شعار ديك وديك المبلول. يا وخيتي سلمى نجيه وعلمة. جايب لنا رامبو أنت يا بدرا. وأنت خارك يا ولادي خايف؟ ها؟ البلاد معبيه سلاح، جيرانك عندهم سلاح. انت بتبيع السياره في اليومين هذه؟ ما كويس الفيسان لمو وشي بيهم رومانتين وبلجيكي فهمتوا وكلاش. تسمع فيا وغير دبشك والبس الدبش الصاعد، تو يديروا لك 1000 جيم وشال. ما تخافش ما تخافش ما تخافش. اقعد تخافوا خوافين كلكم خيركم والنطف شمكين بالرمانة ولا شنو؟ العادية دي تعودنا على حتى صغار صغيرين ما يخافوا منها يا ابو درع. قال يا الله بسم الله بسم الله يا الله. تصنيف ليبيا في الفساد الإداري الثانية عربيا بعد السودان. ايه تخبير على قهرتك امانة. تصنيف ليبيا في الفساد المالي 176 من أصل 184. فاسدين نحن في المال، ما عندناش روح مع الفساد المال. تصنيف ليبيا في الفقر بنسبة 7.6%. فقراء. تصنيف ليبيا في التعليم الترتيب 100. فاشلين مع الشكر. شكرا. تصنيف ليبيا في الرياضة 67 عالميا. تصنيف ليبيا في الصحافة 131 عالميا. تصنيف ليبيا في حرية المرأة عربيا 9. معدل دخل الفرد في ليبيا مقارنة بالعالم 8 عربية. الوفيات حاولوا 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 خير يا ربي. شيكا شيكا
معكم أبشر. خيرك يا أبو دراع. كرم بشاني بلش حلوش. جلست والخوف بعينيها تأمل في وجه المفجوع، قالت يا ولدي ليش خايف، قالت يا ولدي ليش خايف، وبلادك مليانة دروع يا ولدي، بلادك مليانة دروع يا ولدي، وبلادك مليانة دروع يا ولدي، بلادك مليانة دروع يا ولدي يا ولدي. حياتك يا ولدي مشاكل لكن أغلبها محلول، لا تيأس يا ابني وتفائل ستطلع منها عرض وطول، غير حمر العيون وفنص ودور لك 14 ونص، حمر العيون وفنص دور لك 14 ونص، ولا رمانة يا ولدي ترميهم بيها وتقلع، بس ادعي ربك يا ولدي تقدر من هالزحمة زحمة تطلع. عيال جيرانك يا ولدي يجوا اصفوف اللي ما عنده رمانة تلقى عندك لاشنكوف، واللي يلعب بالأرض يجي وخمس شناطيتي انت تقريبا تقعد يا ولدي عمرك كل مش بنسلكهم انا، اول حاجه نديرها نقبض عليك انت. يلا ولا يا حاجه هويده كيف بصير فيا؟ انت يا بطاطا بتولي بطاطا مبطنة. ولا يا عمتي الحاجه انت حول من قدامي وخليني نروح.